ازيكم يا كل اصحابي من كل الدنيا، وحشتوني قوي. النهارده حصلت حاجه غريبه جدا وماما ما رضتش تخلينا نعملها خالص. تعالوا نشوف مع بعض ايه اللي حصل النهارده. بس قبل ما نكمل الفيديو، احنا طبعا كلنا عارفين هنعمل ايه. هنعد من 1 لـ3 ونعمل كلنا لايك. 1 2 3، برافو عليك وشطورين يا اصحابي. وطبعا كل ما اشتركش في قناتي ينزل على طول يشترك في القناه. يلا بينا نشوف ايه اللي حصل النهارده. طنط علا، طنط علا. نعم يا طمطومه. ماما تاخرت قوي يا طنط علا، هي قالت انها تجيب لنا بالونات وهي جايه. دلوقتي تيجي يا حبيبتي، ما تقلقيش، العبي بس مع توته وهي زمانها جايه. المشكله اللي تنسى يا طماطم وتروح تعمل الشوبينج بتاعها وتنسى البلالين بتاعتنا خالص. لا ما تقلقيش يا ست توته، مش هتنسى ولا حاجه، هتجيب لكم البالونات ما تقلقوش. ماشي يا طنط علا، يلا يلا يا توته نروح نلعب. اه الحق يا توته، اهو الجرس بيرن. انا هفتح يا توته. لا انا هفتح يا طماطم. لا انا اللي هفتح. لا انا اللي هفتح. لا انا اللي هفتح. لا انا اللي هفتح. انا اللي هفتح يا توته بقى. وبعدين معايا بس انت وهي بطلوا نقر، انا اللي هفتح الباب. يو شفتي بقى. ماشي يا طنط علا. ايه يا منى اتاخرتي ليه كده؟ اللي حصل بقى يا علا، على ما رحت ادور على البلالين اللي البنات عايزينها ولقيت واحد كده راجل غلبان بيبيعهم ومشتريت منه كل دول. ايه لحقي يا توته. كل دي بالونات يا مامتي، احلى بالونات دي في الدنيا. اهي البالونات جيت اهي عشان انتوا صدعتوني. هي هي فلتهي يا طنط منى. يا سلام. ماما ماما انا عايزه الصفرة وعايزه الخضرة. لا يا طماطم انا هاخد الصفرة، انا بحب الاصفر، خدي انتي لون تاني. ده ماليش دعوه يا توته، حرام عليكي، انا عايزه الاصفر والاخضر. وبعدين بقى يا طماطم خلاص انا هاخد الاصفر والازرق، هو في لون تاني ورا اهو، ده لون ايه ده؟ خلاص انا هاخد الاصفر والبينك. خدي. ماشي ماشي انا موافقه. عارفه يا توته البالونات دي فكرتني بالعيد. دي احلى بالونات، انا بحب البالونات قوي يا طمطم. عارفه ان هي بتطير فوق فوق في السماء؟ دي جميله قوي. يا سلام، تعالي ندخل نطيرها في البلكونه. تعالي يلا. الله يا توته. بالونات جميله قوي. شوفي البالونه بتاعتي يا طماطم، البالونات بتطير مني. امسكي كويس لا تطير فوق. ايه ده بالوناتك عماله تطلع لفوق؟ بصي وبالوناتي كمان. انت عارفه يا طماطم ان انا لو مسكت فيها جامد وهي طلعت فوق ممكن اطير زيها وتاخدني معاها فوق في الجو؟ معقوله؟ تيجي نجرب؟ اكيد طبعا، دي بصي بتطير فوق ازاي. تعالي تعالي نجرب يا توته. يا سلام، دول بيطيروا فوق. الله، هي ليه مش بترفعنا؟ هترفعنا دلوقتي، خلينا نرفع كمان. شب شب يقف على صوبع رجليكي. اهو يا توته بس مش بترفعني. ايه ده، ده في بالونه ضاعت منك وقعت تحت اهي. يا خساره. مش مشكله، يلا يلا. يا خساره يا توته، دول مش بيطيروا زي عمو في الفيلم يا توته. انا مش عارفه هو كان واخد، يمكن كان عنده بالونات كتير بقى عشان معاه بالونات كتير عشان كده طار هو والبيت بتاعه. مش عارفه بقى يا توته والله. احنا كده محتاجين نجيب بالونات اكتر يا طماطم، يمكن يرفعونا. يمكن بقى احنا لازم ننزل دلوقتي نقول لماما ان احنا عايزين بالونات. يا ماما يا ماما. نعم يا حبيبتي يا طماطم، ايه اللي نزلكم من فوق؟ ما بتلعبوش في الاوضه ليه؟ يا ماما احنا عايزين بالونات كتير، انت جايبه لنا 4 بس. يا سلام، ليه 4 قليلين ولا ايه بقى يا طماطم؟ كده طمع يا طمطومه، ما ينفعش نطلب حاجه كتير كده، ماما جابت لكم 4 عايزين اكتر من كده. القناعه كنز لا يفنى. يا ماما افهمي بس، احنا عايزين نطير بالبالونات كتير وناخد البيت ونطير. ركزتي معايا يا علا في الكلام ده؟ يعني ايه ياخدوا البالونات ويطيروا؟ انا مش فاهمه، ولا اللي في بالي ده جه صح ولا ايه؟ يا ماما يا ماما، عمو بتاع الفيلم خد البيت بتاعه وطار بالبالونات بعيد خالص. انتوا عايزين تعملوا زي عمو بتاع الفيلم؟ ايوه يا طنط منى، احنا عاوزين ناخد بالونات كتير 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 ونمسك فيهم جامد علشان يشيلونا ونطير فوق في الجو. يا حبايبي ده في الكرتون بس، مفيش حد يقدر يطير بالبالونات ابدا، اللي بيطير ده اللي بيبقى عنده جناحات. انتوا عندكم جناحات؟ لا. خلاص يبقوا مش هتطيروا. ازاي بقى؟ خلاص يا ماما هاتلنا جناحات بقى وامرنا لله. يعني يا طنط منى الجناحات دي اللي هتطيرنا مش البالونات؟ يا حبيبتي مفيش حاجه هتطيركم، لا جناحات ولا بالونات. جناحات ايه كمان يا علا اللي انت بتقولي عليها دي؟ يا حبيبتي اللي بيطير ده الطيور بس، احنا ربنا خلقنا كده ما نعرفش نطير. يا خساره، بس التوته طارت يا ماما، توته طارت في الطياره وراحت بلد تانية. ممكن تصير لما تركب الطياره وتبقى قاعده في الطياره كده وتبص من الكابينه بتاعتها او من الشباك على السما بقى من تحتها والناس وكده، انما غير كده ما ينفعش تطير. اوعى تعملوا كده تاني علشان كده غلط جدا. حاضر يا ماما خلاص. خطر، ممكن توته.
توتا تعالي قولي توتا، هو انت حسيتي بايه لما كنت في الطياره فوق؟ كنت مبسوطه قوي وشايفه السما من تحت مني وشايفه المباني صغنونه خالص يا طماطم، كانت جميله قوي الطياره. بس وحش حاجه الاكل فيها وحش قوي، طعمه وحش. يعني انت شفتي بيتنا من فوق صغنن يا توتا؟ صغنن خالص يا طماطم. ايه رايك المره الجايه لما بابا يسافر هو وماما اخدك معايا تركبي الطياره؟ خلاص بقى احنا مش هينفع نعمل بالبالونات، لازم نطير في الطياره. اه بالونات اللي هنطير بيها ده هبل كده كده، الناس تقول علينا عبيطه. لا خلاص مش هعمل كده تاني عشان كده غلط. ودي كانت حلقتنا النهارده يا اصحابي، اتمنى ان هي تكون عجبتكم. ما تنسوش تعملوا لايك يا اصحابي للفيديو وكمان شير وسبسكرايب للقناه طبعا، وكل اللي لسه ما اشتركش في قناتنا يشترك على طول ويضغط على الزر الاحمر اللي تحت الفيديو وكمان يوريه كل اصحابه. نشوفكم مع حلقه جديده. باي باي. باي باي.